السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامجكم شيوات مع ليلى. الحلقة اليوم عبارة عن ديسير سهل بزاف وزوين، كيتكون من ثلاثة ديال المكونات. الأولى هو لو كرامبل اللي غادي نوجدو دابا، اللي غيكون عندنا في لاباز. بوغ لو كرامبل كنحتاجو 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر البني، 100 غرام ديال دقيق اللوز ولا لا بودغ داموند، و 100 غرام ديال الزبدة نوعية جيدة. ما نساوش واحد القبيصة ديال الملحة باش يجينا الكرامبل ديالنا لذيذ. نرملو مزيان بالصبيعات. كرامبل فيه دائما هاد ربعة ديال المكونات، وديما كنديرو نفس العبار ديال الطحين، نفس العبار ديال السكر، نفس العبار ديال الزبدة، ونفس العبار ديال لابودغ دامون. دونك الكمية تقدروا تتحكموا فيها كيف ما بغيتوا، تزيدوا تنقصوا، يكفي انكم ديروا لا ميم كونتيتي من شاك انغريديون. كونوا شاعلين ديجا الفران على درجة حرارة 180 من الفوق والتحت، ونخدموا الكرامبل ديالنا. نرملوه مزيان بصبيعات. كرامبل مهم بزاف نعرفوا نصايبوه، وساهل ولذيذ. كنخدمو به في لي طارت، لي كيك، في لي ديسير، في لي فيغين. غتحتاجوه بزاف بزاف ديال لي بريباراسيون. الكرامبل ديالي ها هو وجد، يكفي اننا ندخلو العناصر في بعضياتهم ونرملوه ونحبسو. ما نعجنوش بزاف باش ما يجيناش معجن وتذوب الزبده، خصنا يكون عندنا كروكون من مور ما يطيب. غناخد طاوة ديال الفران، غادي ندير فيها الكرامبل ديالي بحال هكذا، فردتو. ما نخليش الطبقة تكون سميكة باش ما ياخدش ليا بزاف ديال الوقت، وغندخلو يطيب في الفران اللي سخن. دابا غندوزو نحضرو الكراميل بوغ صالي بطريقة سهلة وناجحة 100%. غادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيدة، اللي غادي نديروها في كسرونة فوق البوطة عافية مهيلة، ونتسناو تتحمر. في نفس الوقت كراميل بوغ صالي كنحتاجو فيه لاكخيم، ولاكخيم من الأفضل ومن الضروري تكون سخونة، ما تكونش باردة، باش الكراميل ديالنا كيجي ليس وما كيجيش محبب. غناخد لاكخيم نديرها في كسرونة، غادي نديرها تسخن. ها لاكخيم ديالي درتو فوق البوطة، 200 غرام بالضبط ديال لاكخيم ليكيد. نديرها تسخن ونتسنى السكر يولي كراميل. هانتوما كتشوفوا الكراميل ديالي قرب يوجد، وكل لون ديالو بحال العسل. ما تخليهوش يتحمر بزاف باش ما يجيكم شمر. غادي نقص عليه البوطه، وغادي نزيد مباشره 40 غرام ديال الزبده شويه، ونحرك. نحرك مزيان، غيبدا يبان لكم الكراميل كيعقد. حرك لا تيكستور ديالو، ها هي كي كتولي من كنزيدو الزبده. ها نتوما كتشوفوا كراميل بوغ صالي، مهم نتعلمو نديرو في ديورنا، كيصلح لبزاف ديال الحوايج، وكيدخل في بزاف الانواع ديال لاباتيسري. تقدروا ديروه حتى لوليداتكم بوغ لي طارتينات، تعمرو به لي كريب، ديرو في لي غوف، في لي بانكيك. ودابا من كيولي لنا هاد لا تيكستور بحال هكذا، ان كراميل ايبي وعاقد.